بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع ليلة في بيت النبي. ليلة جديدة وفرحة جديدة وسعادة جديدة بتملأ قلوبنا بلقاء النبي وبصحبة النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل الذي حرمنا من صحبته في الدنيا ألا يحرمنا من صحبته في الجنة في الفردوس الأعلى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. حبايبي الحلوين، تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفا صلى الله عليه وسلم. استشعر معايا المعنى اللي بقول نستشعره في كل مرة داخلين بيت النبي صلى الله عليه وسلم، بيت حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا بأبي هو أمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم. داخلين بكل أدب وهدوء وسكينة، لقينا النبي جالس نفس الجلسة بتاعت المرة اللي فاتت واللي قبلها مع واحد من الصحابة، وبيقولوا لا نكاح بغير ولي أو لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. النهاردة الليلة الأخيرة من ليالي العقد، وهنتكلم الليلة دي في حوار مفتوح علشان نشوف كل الأسئلة الخاصة بالعقد ونحل المشاكل علشان نقول إن إحنا اتجوزنا جواز صحيح. ونبتدي من المرة الجاية إن شاء الله نتكلم في يعني جملة اعتراضية كده عن موضوع العنوسة وإزاي نحل المشكلة ديت، وبعدها مباشرة ندخل بقى على ليلة الدخلة وليلة البناء ونشوف بقى آداب الزفاف والنكاح، ونخش بعدها على حق الزوج وحق الزوج. وبلاش، انا مش عايز اسمي الدرس بكلمة حق، عايز اقول كيف تسعد زوجتك وكيف تسعدين زوجك. وقلت يا جماعة لما بيكون الحب مال القلوب بفضل الله سبحانه وتعالى، ما فيش حد بيدور ايه حقوقي وايه واجباتي، لكن كل واحد بيحاول يقدم للطرف الثاني كل ما عنده واغلى ما عنده عشان يسعده ويدخل السعاده عليه. ربنا يسعد قلوبكم ويملى بيوتكم دايما بالفرحه والموده والحب والحنان. قولوا امين، اللهم امين. تعالوا نبدا الليله دي في حوار مفتوح، واحنا اتكلمنا المره اللي فاتت لو تفتكروا عن شروط صحه عقد النكاح، وقلنا خمسه يا جماعه. قلنا رقم واحد، واحفظوا معايا ويا ريت لو في ورقه وقلم نكتب النقاط السريعه دي عشان عايزين فعلا نتعلم امور ديننا ونعرف ازاي نتجوز صح وازاي نعيش صح وازاي نقضي حياتنا في مرضات الله صح بفضل الله سبحانه وتعالى. اخويا وحبيبي، قلنا شروط صحه عقد النكاح خمس حاجات. اول حاجه رقم واحد، احفظ معايا، اسلام الزوج واسلام الزوجه واسلام الولي، ده رقم واحد. رقم اثنين، موافقه الفتاه قبل العقد، قبل العقد لازم تكون موافقه. رقم ثلاثة، قلنا ان في الاشهاد او الاشهاد او الاعلان، الاشهاد ان احنا نشهد اتنين شهود او الاعلان ان احنا نعلن للناس، تمام. ورقم اربعة قلنا الصداق اللي هو المهر. ورقم خمسة قلنا الولي. قلنا المرة اللي فاتت يا جماعة ان اي عقد لا يصح ابدا بغير ولي، وقلنا يا جماعة ان دي شروط صحة عقد النكاح الخمسة اللي من غيرها يبقى العقد مش مظبوط. عايزين نقول احنا عايزين نفتح بيوت مسلمة ونتجوز صح ونعيش صح ونكون كده كل واحد فينا بيته زي بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. واتكلمنا المرة اللي فاتت لو تفتكروا، فتحنا ملف خطير جدا جدا، يمكن كتير بيخافوا يفتحوه عشان هو الملف ده بالذات شائك جدا. لكن انا قلت يا جماعه حل الملف ده هو بدون مجامله، احنا مش هنجامل حد على حساب الشرع، لكن بنحاول نبسط الموضوع كله بشكل بسيط جدا علشان نقول ان ديننا قد ايه جميل. فعلا ديننا والله ما في اجمل منه يا جماعه، ديننا جميل لو عشناه صح والله هنكون اسعد ناس في الدنيا دي كلها. احيانا بتبقى مشكله بعضهم بيقول خلاص نحاول ننسى او نتناسى، لان المشكلة دي ملهاش حل ابدا. وبتفكر في ايه؟ انت عمال بتنفق في قربة مقطوعة ومفيش داعي ان احنا نفكر في المشكلة. لا، نفكر ونواجه، وحل المشكلة ان انت تواجه المشكلة وتقف قدامها وتشوف ايه الحلول اللي ممكن نوصلها. وقلنا ان كانت اكبر مشكلة بتواجه ناس كتيرة جدا، وبيجينا رسائل على الموبايلات وعلى القنوات، واكبر مشكلة ان كتير من الناس بيقولوا اتجوزنا من غير ولي، طب نعمل ايه؟ كبرنا وخلفنا وعيالنا اتجوزوا وخلاص، ونحل المشكلة دي ازاي؟ الناس بتقول ان احنا كده جوازنا مش صحيح، طب نعمل ايه؟ نحل المشكلة ازاي؟ طب نحاول ننسى وخلاص وادينا بنرب العيال. لا اخويا وحبيبي، حل المشكلة بسيط. حتى لو كنت اتجوزت من غير ولي وانت دلوقتي بقى عندك 50 سنة وزوجتك عندها 45 سنة، ممكن المشكلة تتحل برضه، ولازم تتحل، وحلها بسيط جدا جدا، ابسط مما تتخيل. وانا يعني مضطر
بفتح الملف مرة تانية علشان اللي ما شافش الحلقة اللي فاتت يشوف الحلقة دي ونعرف ان الحل بسيط جدا جدا بفضل الله. نحل المشكلة ازاي يا شيخ محمود؟ حلها بكل بساطة ان احنا نتجوز صح. نتجوز صح ما احنا متجوزين. ايوه خد بالك، احنا بنقول طالما اتجوز من غير ولي يبقى الجواز ده غير صحيح. طب نحلها ازاي؟ هل يرمي زوجته في الشارع ويرمي ولاده؟ لا طبعا، هي خليها معاك واولادك معاك، لكن كل ما في الامر هنصلح وضع كان غلط بكلمتين بسيط جدا. نعمل ايه؟ نحل المشكله بكل بساطه. تروح للولي، والد الزوجه والدها مات لان هي كبرت في السن وفي ناس تانية موجوده، في مثلا في بلاش جدها، جدها طبعا اكيد هيكون مات، ممكن يكون اخوها او ابنها، او ممكن يكون مثلا عمها، اي حد من ايه من العصبه اللي موجودين اللي هم من ناحيه الاب موجودين، اي واحد فيهم بترتيب الولايات وان كان المساله فيها خلاف، تمام؟ تروح له تقول له لو سمحت في جلسه كده مع بعض واثنين شهود وتعقد لي، بس قول لي مش هنجيب مأذون ولا حاجه لان خلاص الورق كله متأيد عند مأذون، كل اللي هنعمله بس ان احنا عايزين الكلمه بس عشان يبقى المساله شرعيه. قول لي زوجتك ابنتي او وليتي او اختي او موكلتي يعني، واخد بالك؟ المهم ان انت تقولها له بالصيغه بقى اللي حسب كل واحد، انه ممكن لو كان اخوها هيقول له زوجتك اختي مثلا موكلتي، لو كان ابوها هيقول زوجتك ابنتي، او فاهم ازاي؟ لو كان عمها يقول زوجتك موكلتي وهكذا، فيقول له زوجتك موكلتي او ابنتي او اختي او غير ذلك، والتاني يقول له قبلت زواجها، وانتهت المشكله على كده وتزوجوا بحضور اثنين شهود، وهيدفع مهر بسيط قوي ان شاء الله، حتى 10 جنيه ولا 5 جنيه ولا 100 جنيه، ويبقى كده حلينا الموضوع. شفت الموضوع حله بسيط ازاي؟ حله بسيط جدا، في دقيقه يا جماعه نصلح حياتنا. احنا بنقول يا جماعه قد ايه ديننا جميل. اصعب المشاكل اللي انت ممكن تتخيل انها مساله خطيره جدا وملاش حل، والله العظيم لما تبحث في سنه حبيبك صلى الله عليه وسلم، ربنا قال ما جعل عليكم في الدين من حرج، والنبي صلى الله عليه وسلم جاء بالمؤمنين رؤوف رحيم، وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. ما في اجمل ولا اسهل ولا اعظم ولا ايسر من ديننا. يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، وارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. يبقى المساله بكل بساطه هتقعد مع الولي تحل مشكلة. طيب لا ده انا هفترض مع حضرتك بقى كل العقبات اللي ممكن تحصل في الموضوع ده وهنحل المشكلة ان شاء الله، وما فيش حاجة في الدنيا ملاش حل، وما فيش حاجة في ديننا ملاش حل، ديننا جميل جدا. طيب نقول هي وجوزها عايشين في بلد بعيد قوي، عايشين في امريكا، في استراليا، في اوروبا، ومش عارفين يرجعوا، وتجوزوا من غير ولي، يعملوا ايه؟ بكل بساطه مش عارفين يجوا، مش عارفين يجوا، بكل بساطه اكيد في تليفون طبعا، ما دام في فلوس في تليفون. طيب نتصل بالولي منين؟ من امريكا؟ اي نعم. من استراليا؟ نعم. هنتصل من الهند؟ من اي حته؟ سلام عليكم، ازيك يا عم، وازي حضرتك، وسامحني وانا اسف وانا ابنك و ولو سمحت بالله عليك انا قاعد دلوقتي معايا اتنين شهود، خد بالك، وافتح السبيكر وخلي اتنين شهود اشوف انا بحل لك المشكله. والله بكل بساطه، واحفظوا الكلام ده يا جماعه، ويا ريت تحملوا الحلقه دي وتسمعوها للناس كلها عشان نحل مشاكل المسلمين. مش عايزين حد يعيش في ارق، مش عايزين حد يكون متضايق، مش عايزين حد يكون زعلان، عايزين نقول للدنيا كلها لا تحزن وابتسم للحياه. عايز اقول هنتصل بالولي، وايا كان بقى الولي اب او ابن او اخ او عم او ابن عم الى غير ذلك، او جد، المهم يعني واحد من الولايه من الاولياء، ونتصل بيه ونخلي معانا اتنين شهود ونفتح السبيكر. يا عمي بالله عليك تعقد لي كلمتين، انا بقول لك زوجني ابنتك، تقول لي زوجتك ابنتي، فاقول لك قبلت، انتهت المشكله الحمد لله، والاتنين شهود موجودين، وانا بقول لك في التليفون يا عمي انا هقدم لبنتك مهر بسيط كده، ايا كان بقى 100 دولار 50 دولار اي حاجه، ومش لازم يعني ايه يعني حتى لو ما سميتش مش مشكله، المهم يكون في مهر، وادفع المبلغ البسيط ده وانت كده صلحت الوضع الخطا. طيب تعالوا نشوف مشكله تانيا. لو الولي تعنت، وده وارد، ممكن راجل يقول ما دمت اتجوزتها من ورايا لا هجوزك ولا هريح بالك ولا هخليك ترتاح ابدا. نقول لو الولي تعنت وكان الزوج كفئا نلجأ للولي اللي بعده، بس مش عايزينها بسهوله كده يعني، برضو ايه معلش برضو نرد للراجل كرامته، ما احنا جرحناه يا جماعه، خلينا برضو صراحه وخلينا واضحين مع بعض وخلينا حاسين بمشاعر بعض. احنا جرحنا الراجل دوت، احنا زعلناه جدا جدا، احنا ما اديناهوش قيمته وقدره ومكانته، فمش من اول ما نقول له جوزني بنتك او اعقد لي على بنتك مع، فيقول لك لا انا مش موافق ان انت جرحتني، اقول له خلاص نشوف اللي بعده، واخد بالك؟ وتقول له ايه اللي بعده يعني، مش كده، لازم احنا برضو ايه نحاول نتالف قلب الراجل
نتحايل عليه شوية ونحاول نسترضيه ونحاول بقدر الإمكان نتألف قلبه ونخليه يسامحنا عشان حتى ما بقاش في مظلمة، وعشان ما نقطعش رحم هذه الفتاة مع والدها ومع أسرتها نحاول معها مرة واثنين وثلاثة. ويا عمي طب لو مش عشان خاطر، طب عشان خاطر بنتك حبيبتك اللي عندها استعداد تيجي تبوس إيديك ورجليك وراسك، ده أنت والدنا، ده أنت حبيبنا، ده أنت، ده إحنا مالناش غيرك. كلمتين حلوين جمال، يعني شوف قد إيه الكلمة الطيبة صدقة. فما ظنك إذا كانت في صلة أرحام لزوجتك، ربنا يبارك في عمرك. طيب تعنت خلاص بقى والمسألة خلاص، ويعني قال لك الدنيا قفلت خلاص، نلجأ للولي اللي بعده. طيب الولي اللي بعده رفض، اللي بعده، فاهم ازاي؟ اللي بعده، هنفضل في اللي بعده كده لحد ما نخلص العيله كلها، كل العيله رفضت، نعمل ايه في الوقت ده؟ قال لك في الوقت دوت فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: السلطان السلطان ولي من لا ولي له. نخلي قاضي مسلم يعقد لكم بكلمتين، مش لازم حتى لو ورق ولا اي حاجه، لو حب يعمل ورق ما فيش مشكله، واخد بالك، وندفع مهر بسيط ويبقى كده حلينا المشكله. طيب كل الاولياء من العصبه اللي هم من جهه الاب يعني كلهم رفضوا، لكن ليها خال بيحب الزوج دوت وموافق، والخال مش من العصبه. نقول ليه؟ ايه اللي يحصل في الوقت ده؟ قال لك ممكن الخال يعقد. ازاي ده انت بتقول لازم العصبه؟ ايوه لازم العصبه. فلو العصبه كلهم رفضوا، خد بالك من الحكايه ديت، فالسلطان ولي من لا ولي له. يجي العلماء يقولوا ايه هنا؟ يقولوا طب ما الخال اقرب من السلطان، صح كده؟ يعني اذا كان الاولياء كلهم رفضوا فهنلجا لواحد غريب، هنلجا للقاضي المسلم او للشيخ المسلم او غير ذلك، يبقى من باب اولى يبقى الخال اقرب من الشيخ المسلم او من القاضي المسلم، يبقى الخال يعقد لها هنا في الوقت ده والعقد صحيح. وممكن وان كان الاولى ان الخال دوت يتصل بالاب او بالعم الولي اللي موجود ويقول له وكلني وانا اللي هعقد، انت مالكش دعوه بالموضوع وانا اللي هعقد، وهو ده الاولى والافضل. طيب تعال نشوف مشكلة تانية. شوف أنا بقولك أنا عايز أفتح كل الملفات البسيطة دي علشان أقولك الحل بسيط حبيب قلبي، ما تعقدش المشكلة. دين جميل جميل والله جميل، بس تصلى على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم. طيب الأب مات، الأب مات والولي اللي بعد أو الأولياء اللي بعديه موجودين، واخد بالك؟ يعني العم موجود والابن موجود والاخ موجود والجد موجود، لكن الحقيقه يا جماعه بعد ما الاب مات الخال هو اللي شال العيله كلها جزاه الله خيرا، هو اللي بقى يجيب لهم اكلهم وشربهم ويدفع مصاريف مدارسهم، هو اللي قال لهم انتوا ولادي وفي عينيا وعمري ما انساكوا ابدا. ولو خلينا حد غيره يعقد هياخد على خاطره يقول بقى انا اللي عملت معاهم كل دوت وانا اللي ضحيت بحياتي عشانهم، وفي الاخر يروحوا يكبروا واحد غيري. نقول نحل المشكلة ازاي؟ نقول نخلي لو كان الولي هو العم او الاخ او لو كان الجد او حد، اي حد، ما الاب مات، نقول له بالله عليك عشان خاطر بس نراضي خالنا يا ريتك توكل خالنا ان هو اللي يعقد عشان بس ما يزعلش. يقوم العم او الاخ يوكل الخال، فالخال هو اللي يعقد ويبقى العقد صحيح 100%. طيب اخر حاجه قبل ما نطلع الفاصل، لو كان الاخ او العم الاولياء بقى اللي موجودين اللي هم بالعصبه رفضوا ان هم يوكلوا الخال، قالوا لا خال مين اللي احنا نوكله؟ احنا نكبر واحد زي دوت وننسى نفسنا؟ لا، نعمل ايه في الوقت دوت؟ اقول لك بكل ذكاء وخليك ذكي ونحل المشكله، نطيب خاطر الجميع. ازاي؟ احنا نخلي العم او الاخ اذا كان حد فيهم موجود هو اللي يعقد لنا، ولكن بعيدا عن الخال، يعني الخال ما شفناش، نخلي العم يعقد او الاخ يعقد للزوج ده والزوجه ديت من غير ما حد يشوف. تمام؟ مش من غير ما حد يشوف يعني في السر يعني، لا يعني من غير ما الخال يعرف. ثم بعد ذلك نعمل جلسه حلوه كده اسريه ونجيب الخال لوحده بعيدا عن العم او الاخ ونقول له اعقد عشان نكبره. يبقى احنا كده مش بنعيد العقد، لا ما بنعيدش العقد، احنا كل ما في الامر بنراضي الجميع، وده من ذكاء الدعوه ومن ذكاء الداعية ان هو يتصرف في هذه المشاكل بهذا الشكل عشان نحل المشكلة. تعالوا نكمل حل المشكلة الخطيرة دي اللي حلها بسيط جدا جدا، ولكن بعد الفاصل. صلى على حبيبك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي، رجعنا لكم بعد الفاصل، ربنا يبارك فيكم. فاكرين لو قلت لكم، ما قلت لكم مرة من المرات أنا بشعر في هذا البرنامج والله الذي لا إله غيره إن البرنامج ده بتحل فيه بركة النبي صلى الله عليه وسلم. شوف، من ضمن بركات النبي التي لا تعد ولا تحصى بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم، إن مشكلة كبيرة زي كده ومنتشرة، وأنا شفت بنفسي ناس مجروحين وتعبانين ومتضايقين وبيقولوا طب نعمل إيه؟ طب الناس بيقولوا إن إحنا كده عايشين غلط، بس أعمل إيه؟ أرمي زوجتي، أرمي ولادي؟ قلت لك الحل بسيط أخويا حبيبي، نصلح الموضوع بشكل بسيط جدا جدا، وأنا بطرح لك النهاردة القضية وبطرح لك حلها علشان نعرف قد ايه الحمد لله رب العالمين البركه في حبيبنا صلى الله عليه وسلم، اللي ما تركش خير في الكون ده كله الا ودلنا عليه. هو اللي قال كده صلى الله عليه وسلم، قال: ما تركت من خير الا وقد دللتكم عليه، وما تركت من شر الا وقد حذرتكم منه. صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. طيب تعالى نشوف اشكاليه تانية. الاخت بتقول انا عايشه في امريكا مثلا او في استراليا، وعايشة مع خالي من زمان، وبعدين اتقدم لي واحد عشان يتجوزني، فمين يعقد في الوقت ده؟ هل خالي؟ وانت بتقول ان الخال ما هوش من العصبة. بقول لك في الوقت ده الحل بسيط جدا جدا ويسير، خالك عايش معاك في امريكا او في استراليا، لكن الاولياء العصبة بتوعك ممكن يكونوا عايشين في بلدك، صح كده؟ ايوه صح. خلي حد من الاولياء يوكل خالك في امريكا او في استراليا، المكان اللي انتوا عايشين فيه، يوكله يقول له وكلتك في ان انت تتجوز هذه الفتاة، يوم الخال يصبح في الوقت دوت هو الولي بتاعك في هذا الزواج. طيب مالكيش اي اولياء من العصبة، محدش موجود اصلا، مفيش حد في الدنيا عايش غير خالك في الوقت دوت، السلطان ولي من لا ولي له، والخال في الوقت ده اقرب اليك من السلطان، فالخال يعقد لك والعقد الصحيح بفضل الله سبحانه وتعالى. طيب واحدة ممكن تسأل سؤال تقول بس القانون بيقول حاجة غير كده يا شيخ محمود، القانون بيقول البنت لو بلغت 21 سنة تجوز نفسها، ايه المشكلة؟ اقول لك ايه ده القانون، لكن احنا بنتكلم في نطاق شرع اخت الفاضلة، احنا مالناش دعوة بحتة ان ده بقت عندها 21 او دي بقت عندها 21 سنة او بقت عندها حتى 50 سنة، القانون شيء والشرع شيء، احنا بنتكلم في هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب هل يجوز للمرأة ان هي تجوز نفسها؟ لا، ما يجوز للمرأة تجوز نفسها. طب يجوز ان هي تجوز غيرها، يعني تجوز صاحبتها مثلا؟ لا. ليه؟ لنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها. ما فيش واحدة تجوز واحدة ولا واحدة تجوز نفسها، لابد ان يكون في ولي لا نكاح، بينفي هنا اصل صحة النكاح مش كمال النكاح، واخد بالك؟ ومسألة يعني بسيطة جدا جدا، عشان كده بنحاول نفهمها مع بعض، لا نكاح الا بولي وشاهد عدل. طيب سؤال تاني برضو خطر على بعض، يعني احنا بنحاول نجمع كل الاسئلة اللي وردت وبنحاول نشوف الاجابات بتاعتها علشان نحل المشكلة الكبيرة ديت اللي حلها بسيط قوي في ظل هذا الدين الجميل، دين الوسطية ودين البساطة ودين اليسر، ما جعل عليكم في الدين من حرج، ما فيش اي حرج في هذا الدين، الحمد لله كل المشاكل محلولة وكل العقبات محلولة ما دمنا ماشيين ورا شرع ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. طيب واحدة جوزها وليين، ليها اكتر من ولي، ليها اب موجود وليها جد موجود وليها اخ موجود وليها عم موجود، ليها اكتر من ولي، تمام كده؟ فراح الاب مجوزها الواحد وراح الجد مجوزها الواحد في نفس الوقت، او ده جوزها قبل ده، نحل المشكله دي ازاي؟ قال لك في حديث، وان كان الحديث ضعيف رواه الترمذي بسند ضعيف، لكن عمل اهل العلم على هذا الحديث، حديث رواه الترمذي عن الحسن من طريق الحسن عن سمر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: ايما امراه زوجها وليان فهي للاول منهما. يعني ايه؟ يعني ابوها جوزها من شاب معين وجدها جوزها من شاب تاني، مين اللي جوزها الاول؟ ابوها جوزها الاول، يبقى هي لهذا الرجل الذي جاء من طرف ابيها اللي هو الاولاني اللي هو بالبلدي كده اللي سبق كان النبأ، واخد بال حضرتك؟ طيب لو الاثنين جوزوها في وقت واحد فالعقد باطل في الناحيتين ولا يصح ابدا، انما يكون الزواج لاول للولي اللي جوزها، او يعني للشاب اللي جه عن طريق الولي اللي جوزها الاول. طيب ده سؤال ثاني. طيب لو الولي بقى عضل المرأة عن النكاح، يعني ايه العضل؟ العضل اللي هو المنع، يعني جالها واحد يتجوزها فالولي راح منعها من الجواز. انت عارف في اباء بالمنظر ده يقول لك انا دلوقتي كبرت في السن
وبنت هي اللي بتصرف على البيت، الله يكرمها، وهو المفروض يعني ان هو اللي يشيل الشيله كلها وربنا يكرمه ويحاول يعفها عن ان هي تروح تشتغل وتحتك برجال، لكن اهو بيقول البنت هي اللي بتصرف على البيت، فانا لو جوزتها هناكل منين ونشرب منين، خليها قاعده جنبي. فراح منعها من الزواج. في الوقت ده ايه الحل يا جماعه؟ نلجا للولي اللي بعده. نحاول طبعا زي ما قلت لكم في الاول ان احنا نشوف الحلول لحد اخر لحظه، ما نيأس ابدا. نحاول نخلي اهل الفضل واهل الحل والعقد يكلموا الرجل يقولوا له بنتك حبيبتك لازم تتجوز، وهي في النهايه لازم تكون في بيت زوجها، ولازم ولازم ولازم، ونحاول نذكره بكلام ربنا وكلام نبينا صلى الله عليه وسلم. طيب مش نافع مع الكلام بالشرع، ممكن يجي بالعقل احيانا، بعض الناس ما بيجيش بالشرع، احيانا بعض الناس ما بيجيش غير بالعقل. كلمه بالعقل ما فيش مشكله، المهم اقعد اتكلم معاه حد ما يقتنع. طب ما اقتنعش، نلجا للولي اللي بعده يجوزها. الاولياء كلهم منعوها، قال لك في الوقت ده فالسلطان ولي من لا ولي له، وقول النبي صلى الله عليه وسلم فان اشتجروا فان السلطان ولي من لا ولي له. طيب تعالوا نشوف برضو أسئلة تانية وردت، وإحنا دلوقتي إن شاء الله بعد الفاصل ده هنتلقى اتصالات حضراتكم وأسعد بسماع صوت حضراتكم لحد آخر الحلقة إن شاء الله. النهاردة حوار مفتوح، أنا بس قلت نقول الكلام أو الأسئلة اللي وردت في الحلقة اللي فاتت ديت علشان نحل الإشكالية ديت، وبعد كده نتلقى اتصالاتكم كلها، ونتمنى أنها تكون كلها في موضوع العقد. ربنا يا رب يبارك في كل المسلمين ويرزق أخواتنا بأزواج صالحين، قولوا أمين، اللهم أمين. طيب احيانا الفتاه بتكون يعني والدها مات وامها اتجوزت وهي عايشه مع زوج امها. طيب زوج امها دوت لما يجي لها عريس، هل يصلح الرجل ده ان هو يكون وليها؟ قال لك لا. طب ليه لا؟ مش هي عايشه معاه؟ قال لك برضه ما ينفعش. ليه؟ لان هو مش من العصبه. طب يعني ما فيش اي حل للموضوع ده، اصل الراجل كان برضه كويس معاه، هو اللي رباها وهو اللي عيشها وهو اللي صرف عليها. نقول الحل بسيط جدا، نخلي عمها أو نخلي جدها إذا كان موجود الجد أو العم أو إذا كان موجود أخوها يوكل هذا الرجل، ما دام الرجل ده هو اللي بيصرف عليها، هو اللي أكرمها، هو اللي يعني ليه فضل عليها كبير بعد ربنا سبحانه وتعالى، خلاص نوكله، يخلي الولي الأصلي يوكله في أنه يعقد لها، وفي الوقت دوت العقد صحيح سليم. طيب احيانا خصوصا في بعض الاماكن في الريف او في الصعيد او في الاماكن ديت، معروف ان هناك ما شاء الله العائلات بتبقى مجتمعه جدا وبتبقى متالفه وبتبقى مترابطه ترابط عالي جدا جدا، وبيبقى في واحد معروف يا جماعه سواء في الصعيد او سواء في الارياف، واحد اسمه كبير العيله، واخد بالك؟ وبتبقى حاجه جميله قوي، ببقى فرحان جدا جدا لما كل عيله ليها كبير، لما يحصل مشكله نرجع له، لما نعوز نعمل حاجه معينه لازم نرجع له وناخد رايه، بيكون انسان عاقل، بيكون انسان رزين، ويا حبذا لما يكون انسان متدين. طب كبير العيله دوت لما يجي بنت في العيله عايزه تتجوز، هو اللي لازم يجوزها ده في عرف العيله، وقد يكون هذا الرجل ما هوش ولي، يعني ممكن يكون هو الخال، لكن هو ده كبير العيله، وهو ده اللي بيصرف على العيله، وهو ده اللي بيعمل، هو اللي بيسوي، هو كلمته اللي ماشيه على العيله كلها. نعمل ايه في الحل للمشكله دي؟ بسيطه جدا، نشوف الولي بتاعها ونخليه يوكل كبير العيله، علشان برضه ما نشقش عصا العيله وما نحاولش نعمل اي مشاكل بحيث ان العيله يحصل ما بينها قطيعه ارحام او مشاكل، لا، نحل المشكله بكل عقل وكل بساطه. الولي بتاعها يوكل كبير العيله فيعقد هذه الفتاه، وبيكون في الوقت دوت العقد صحيح بفضل الله سبحانه وتعالى. طيب اذا حبينا ان احنا نعقد البنت والولي بتاعها غايب في بلد من البلاد بعيده جدا، وهو لا بيرد ولا بيتصل ولا بيسال فيهم ولا ليه علاقه بالعيله لا من قريب ولا من بعيد، نحاول نوصل له مره واثنين وثلاثه وعشره، ما عرفناش خلاص وهو قاطع علاقاته تماما بالعيله، نلجا للولي اللي بعده في هذا الوقت علشان نعقد هذه الفتاه. طيب الولي وصى، خدوا بالكم بقى، وصى ان فلان لو بنتي اتجوزت بعد موتي، لو اتجوزت في حياتي انا اللي عاقد لها، ده الولي بيقول كده. طيب بيقول بقى لو البنت ما تقدملهاش حد وانا عايش وانا مت، فيا جماعه فلان الفلاني هو اللي يعقد لبنتي، هل ينفذ الوصيه ديت بعد موت الرجل؟ يقول لك لا، لان الوصيه ديت تنقضي وتنقطع بموت هذا الرجل، لان في اولياء تانيين، الا اذا كان هو وصى بان الولي اللي بعده هو اللي يعقد لها فما فيش اشكاليه، انما لو وصى ان واحد من بره العيله
هو اللي يعقد لها، لانه الانسان قريب من العيله او حبيب للعيله او واحد ما هوش من العصبه لكن هو مقرب الى قلبه، ما ننفذش الوصيه لان في اولياء موجودين. لكن ممكن نحل الاشكاليه بحاجه بسيطه، ان احنا نخلي الاولياء يوكلوا الرجل ده اللي التاني وصى ان هو يعقد بعد موته، فلما يوكلوه يعقد والعقد صحيح بفضل الله سبحانه وتعالى. طيب برضه سؤال تاني، وانا بحاول ايه اشوف الاسئله فعلا المهمه الجميله اللي بتفتح لنا ثغرات كبيره جدا جدا علشان نحل الاشكاليه ديت، وعلشان نقول ان الجواز 100% ما شاء الله ما فيش اي مشكله، وعايشين حياه جميله والاسلام حلو وجميل والحياه حلوه. وعايزين نقول يا جماعه كل حاجه في الدنيا اكيد لها حل، لكن في انسان ممكن يتناسى الحل او يكسل او ما يسالش او ان هو خلاص رضي بالحال اللي هو عايشها دي. لا يا جماعه، عايزين نعيش عيشه ترضي ربنا، وما دام الحل في ايدينا وسهل ويسير وربنا سبحانه وتعالى دلنا على الحل وحبيبنا صلى الله عليه وسلم دلنا على الحل، يبقى واجب علينا ان احنا ندور على الحل ونعيش حياه اجمل حياه. طيب هل لازم لما الرجل الولي يقول للزوج يقول له زوجتك فلانا، هل لابد ان يقول له قبلت؟ يعني الشاب راح لولي المرأة فقال له زوجني ابنتك فلانة، فالرجل قال له زوجتك ابنتي فلانة، هل لازم الزوج يقول في الوقت ده قبلت؟ طب لو ما قالش قبلت، جواز سليم ولا مش سليم؟ سؤال. جواز سليم ولا مش سليم يا جماعة؟ ها؟ سليم. ايه الدليل على كده؟ اسمع الدليل بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. حديث رواه البخاري في اعلى درجات الصحه ان المراه اللي راحت وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، والوهب ده يا جماعه كان امر خاص بالنبي، لان يعني كان بيجيني بعض الشباب من الجامعه يقول لي انا حاولت اتجوز فلان الفلانيه ابوها رفض، قلت له خلاص تعالي مشكله بسيطه قولي له وهبت لك نفسي، يقول لي قابلت يبقى كده اتجوزنا. فاهم ازاي؟ ده طبعا ما هوش جواز، لان زواج الوهب ده كان خاص بحبيبنا ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم. ايه الدليل على كده؟ وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي ان يستنكحها خالصة لك من دون سبحان الله، خالصة لك من دون المؤمنين. ان دي امر خاص بالنبي يا جماعة، امر خاص بالنبي، زواج الوهب ده خاص بحبيبنا صلى الله عليه وسلم. طيب ايه اللي يحصل في الوقت ده يا جماعة؟ هل لابد ان يكون ان هو يقول قبلت؟ شوف بقى الحديث بيقول ايه. المراه وهبت نفسها للنبي، فالنبي سكت، فقام واحد من الصحابه قال له يا رسول الله زوجنيها ان لم تكن لك بها حاجه، مش عايز تتجوزها؟ انا مش لاقي، عايز اتجوز. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال امعك شيء تصدق اياه؟ قال معي ازاري. قال لو اعطيتها ازارك جلست لا ازار لك تعد ريان؟ التمس شيئا اخر. راح دور ما لقاش، رجع قال له ما وجدت شيئا؟ قال التمس ولو خاتما من حديد. راح ورجع قال له والذي بعثك بالحق ما وجدت خاتما من حديد. راح النبي عليه الصلاه والسلام قال له ايه؟ قال امعك شيء من القران؟ قال اجل، معي سوره كذا وكذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد زوجتكها بما معك من القران، ولم يرد في نص الحديث ان الرجل قال قبلت. واضح؟ هو ده الدليل. إن النبي قال له إيه؟ قد زوجتكها بما معك من القرآن، ورغم ذلك الرجل لم يقل قبلت، وكان الزواج صحيحا. إنما إمتى ما يكونش صحيح؟ لو الرجل هو اللي بدأ وقال له زوجتك ابنتي، والتاني إيه؟ سكت، ما قالش قبلت، يبقى في الوقت ده ما حصلش إجابة وقبول، حصل إجابة ولم يجد قبول. أما لو الشاب نفسه هو اللي بدأ، يا جماعة خدوا بالكم المسألة، إن لو الشاب هو اللي قال زوجني ابنتك، فالراجل قال له او ابنتك فلانه، طبعا لازم يحدد، فالراجل قال له زوجتك ابنتي فلانه، خلاص كده. ما هو الشاب جاب الايه؟ الاجابه، والثاني عمل ايه؟ جاب القبول، اللي هو الولي ده قال له زوجني ادي اجاب، والثاني قال له زوجتك ادي قبول، خلاص المساله ايه؟ انتهت. اما لو الولي نفسه هو اللي بدا وقال له زوجتك ابنتي فلانه، والثاني سكت، يبقى كده الجواز لم يتم، بل لابد من اعاده النكاح. طيب هل لابد ان يكون الاجاب والقبول متصلا بمجلس العقد؟ يعني ايه؟ يعني الرجل الولي قال للشاب اللي جاي يتجوز قال له زوجتك ابنتي فلانه، فالشاب حصل موضوع كده الموبايل رن، فراح ماسك الموبايل وقعد يرن، طب يعني نخلي الرنه دي كامله بعد الفاصل، فاصل قصير ونرجع لكم تاني. صلى على حبيبك في حضن البيوت.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجعنا لكم بعد الفاصل اخواني وحبايبي، دقيقتين بالظبط نتلقى اتصالاتكم الجميلة، واسعد جدا بسماع اصواتكم، واتمنى ان شاء الله يكون الموضوع كله او الاسئلة كلها حول موضوع العقد. احنا قبل الفاصل قلنا يا جماعة ان لو هل يشترط ان يكون القبول متصلا بمجلس العقد؟ يعني ايه الكلام التقيل ده؟ يعني لو الولي قال للزوج، قال له ايه؟ قال له زوجتك ابنتي وموكلتي فلانة، والزوج تشاغل، حصل موضوع كده فجأة لقى الموبايل بيرن، راح ردد على الموبايل وطلع بره شويتين، او انشغل بأي موضوع تاني، او اغشي عليه، او حصل له جنون او اي حاجة، او خرج من المجلس لمدة 10 دقائق ورجع تاني، هل يرجع يقول له قبلت ولا لازم نعيد من جديد؟ فالراجح ان احنا نعيد من جديد. طيب برضو سؤال تاني، بعضهم بيقول ايه؟ بنشوف في العقد كده حاطين ايديهم على ايدين بعض كده، ولازم منديل، والمنديل ده لازم يبقى ابيض. الموضوع ده له اصل في الشرع؟ لا دليل عليه ابدا. وفي النهايه هم بيعملوا الموضوع ده عشان المأذون ياخد المنديل، وخصوصا بيكون المنديل غالي يعني، واخد بالك؟ فالموضوع ده ليس هناك اي دليل على موضوع المنديل. طيب بعض الناس بتتشائم من تشبيك الاصابع او فرقعه الاصابع، يقول لك ايه؟ لو العقد كان شغال وحصل ان في واحد قاعد مشبك صوابعه، لا ده فال وحش قوي، خدوا بالكم العيش هتبقى مكلكعه، او لو واحد فرقع اصابعه يعني كده الجوازه هتتفرقع، فايه يعني الموضوع؟ واخد بال حضرتك؟ الموضوع مش مظبوط. طبعا الكلام ده لا دليل عليه من الشرع. التشاؤم والتفاؤل هذا يعني ليس يعني لا شؤم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا طيره التطاير والتشاؤم، بل وذكر ان 70,000 الذين يدخلون الجنه بغير حساب ولا عذاب انهم الذين لا يتطيرون اي لا يتشاؤمون. مين معانا سي شريف؟ طيب استاذ محمد من القاهره، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شيخنا الحبيب. اهلا حبيب قلبي. محمد عبد الحميد مع حضرتك. يا اهلا وسهلا حبيبي الغالي. ازي حضرتك عم الشيخ؟ ربنا يخليك ويرفع عمرك يا رب. عليك يا رب. الله يخليك يا استاذ محمد، ربنا يبارك فيك. كان سؤالي بس بسيط، هسأل حضرتك على حاجه سريعه كده. عيني اتفضل. حضرتك انا والدي متوفي، ربنا يرحمه رحمه الله. امين يا رب، امين يا رب. ويعتبر يعني كبير العيله بتاعنا خالي. نعم. وطبعا انا ماليش غير عم واحد بس، هو بعيد عننا شويه. نعم. بس خالي ده يعتبر حياتنا كلها، وهو في مقام والدي بالظبط. نعم. فانا كنت حاضر العقد، وانا كنت موافق على موضوع الزواج، ووالدتي كانت موجوده. نعم. بس خالي هو اللي شهد في الجوازتين بتوع اخواتي. نعم. فده كده صح ولا لازم يرجعوا لي؟ مش انت اللي كنت حاضر العقد؟ انا كنت حاضر بس هو كان الوكيل. مش انت وكلته؟ انا وكلته. بس خلاص انتهت المشكله يا استاذ محمد. ربنا. هو الاصل هنا ايه حبيب قلبي؟ ربنا يبارك فيك. ما دام الولي نفسه اللي هو الاب ميت، يبقى بنلجا للولي اللي بعده اللي هو ايه؟ الجد. طب الجد مش موجود، يبقى الاخ. تمام كده السؤال كده واضح؟ طبعا هقول لحضرتك الاجابه. يبقى ايه؟ يبقى الاخ، او بعد الاخ مش موجود يبقى العم. واخد بالك بالترتيب كده؟ فما دام حضرتك استاذ محمد كنت موجود، ربنا يبارك في عمرك ويحفظك، وانت وكلت خالك في ان هو يعقد، جزاك الله خيرا. دي لمسه جميله حلوه واسريه. يا جماعه احنا مش عايزين نتعنت في الاحكام بشكل ان احنا نقطع ارحامنا، لا، ما دام ليها حل. يعني الخال هو اللي شايل العيله، وهو كبير العيله، هو حبيب العيله في الوقت دوت، الولي الاصل اللي هو في الوقت ده الاخ او العم، يوكله يكبره زي ما الراجل هو شايل العيله، نكبره عند الزواج، نقول له وكلناك، انت اللي عقد لها، انت اللي زي والدها، ويعقد الخال في هذا الوقت والعقد الصحيح، ما فيش اي مشكله خالص ان شاء الله. تعالوا نشوف برضو حاجة تانية. بعض الناس بيقولوا ايه؟ يا جماعة ده في شهور معينة لا يجوز الجواز فيها. يا جماعة زي ايه حبيب قلبي؟ زي شهر المحرم، هو عشان اسمه محرم فبيقول لك الجواز في ايه؟ محرم. او زي شهر رمضان، ده شهر عبادة، في حد يتجوز في رمضان؟ واخد بالك؟ لا، مين قال الكلام ده؟ الجواز يجوز في شهر المحرم ويجوز في شهر رمضان. وبعضهم يقول لك ايه؟ طب ماشي نعديها، بس ما ينفعش حد يتجوز يوم الاحد. قال لك ليه؟ قال لك عشان يوم الاحد مش بتاعنا. مين قال الكلام ده؟ يجوز الجواز في اي وقت الا في وقت واحد بس نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ونهى في حاله معينه اللي هو ايه؟ واحد بيحج وهو محرم. ما يجوزش وهو محرم ان هو يروح يعقد او يتجوز، واخد بالك؟ فهذا هو الوقت الذي نهى فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن الزواج. عايز يتجوز بعد ما يحل من احرامه، بعد كده ان شاء الله بعد ما يحل التحلل الاكبر يتجوز يا سيدي براحته ويعقد براحته، وربنا يبارك فيك ويحفظك رب العالمين. طيب هل يصح العقد؟ بعض الناس بتسال هل يصح العقد اثناء البريود او الدوره الشهريه او الحيض؟ يجوز.
يجوز يتم ان يتم العقد النكاح يا جماعه، والفتاه اللي هي هيتجوزها يعني عندها الدوره الشهريه او الحيض او البريد زي ما بيقولوا، تمام كده، ويجوز ان هي تزف اليه، لكن اذا زفت اليه وهي حائض فلا يجوز له ان يطأها، لان الوطئ في هذا الوقت محرم، لان النبي صلى الله عليه وسلم لعن من اتى امرأة في دبرها او في حيضتها، واللعن هو الطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى. طيب بعض الناس بتسأل بيقولوا هل من السنة ان يبقى العقد لازم يكون في المسجد؟ لا، من قال كده؟ غاية ما يقال في الامر انه مباح، يباح العقد في المسجد، لكن هل لابد من العقد في المسجد؟ لا، ليس من درش يقول هو لابد، فإن تم العقد في المسجد فلابد أن نراعي الضوابط الشرعية، ما نجيش جوه المسجد بقى ونخلي الرجالة مع الستات ويبقى المسألة يعني سداح مداح ويبقى فيه معاصي ومشاكل واختلاط جوه المسجد، أو يبقى فيه موسيقى وحاجات كده جوه المسجد، ما ينفعش الكلام ده جماعة، لكن غاية ما يقال إن العقد داخل المسجد أمر مباح. مين معنا الشريف؟ طيب محمد برضو من القاهرة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا محمود؟ الله يبارك فيك يا استاذ محمد. ممكن حضرتك بس العيد ربنا يرزقنا بالزوجة الصالحة بس. ربنا يا رب يرزقك بالزوجة الصالحة والذرية الصالحة إن شاء الله. ممكن أشوفها بس رقم كنترول لحضرتك؟ عينيا حاضر، خدوا من كنترول تحت أمر حضرتك. هم النهاردة هيجمعوا لنا كل محمد من القاهرة إن شاء الله ربنا يبارك فيهم يا رب العالمين. مين معانا يا استاذ شريف؟ احمد من مصر. السلام عليكم. الو. السلام عليكم. السلام عليكم. يا ريت توطي التلفزيون وتسمعني من التليفون. ازيك يا شيخ محمود؟ يا اهلا وسهلا. ازيك يا شيخ محمود؟ يا اهلا بحضرتك. اخبارك عامل ايه؟ الحمد لله بخير، ربنا يبارك فيك. بس بلقاك على قناه اسره وقناه الناس. الله يخليك ويعزك. على طول والله. ربنا يسترك ويبارك فيك يا رب العالمين. امورنا يا سيدي. ويجمعنا وانت في جنات النعيم. امين يا رب وجميع المشاهدين. حضرتك بعد اذنك. عينيا، اتفضلوا من كنترول تحت امرك ان شاء الله. ربنا يبارك فيك يا سيدي. عاوز رقم حضرتك. ما بقول لحضرتك خدوا من كنترول. حاضر يا ليا. ما انا مش هقدر اقول على الفضائيات دلوقتي والا مش هننام يعني. ربنا يبارك فيك يا استاذ احمد. تحت امر حضرتك. بعض الناس بيقولوا هل لابد يا جماعة في أثناء العقد، هل لازم المأذون يقعد يلقن الولي ويلقن الزوج، يعني قل له زوجني موكلتك على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صداق المسلم، هل لازم المأذون هو اللي يقول له عشان هو يقول؟ لا، ممكن هو يقول لوحده، يعني ممكن هو يبقى منه للولي يقول له زوجني موكلتك او زوجني ابنتك فلانه، واخد بالك، على كتاب الله وعلى سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الصداق المسمى بيننا، ويسمي الصداق، وان لم يسمي فلا حرج ما دام في اتفاق ما بينهم، هم عارفين ايه اللي هيتقدم وايه اللي هيتعمل، واخد بالك. والثاني يقول له زوجتك ابنتي فلانه او موكلتي فلانه على كتاب الله وعلى سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الصداق المسمى بيننا. الثاني رد عليه قال له قبلت فبها ونعمت عيني، فان لم يقل قبلت فالنكاح صحيح. تمام. طيب هل لازم الزواج على مذهب معين زي بعض الناس بيقولوا؟ واغلب يعني الناس ماشيين ورا الموضوع ده، يقول لك ايه؟ يقول لك المأذون يقعد يقول له ايه؟ قل له زوجني موكلتك على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى مذهب الإمام أبي حنيفة النعماني. حصل الكلام ده مع أحد الدعاة، فقالوا لا، اكتفيت بالكتاب والسنة. قال له كده النكاح هيبقى باطل، الزواج هيبقى باطل. قال له الزواج هيبقى باطل لو لم أتزوج هذه الفتاة على مذهب الإمام أبي حنيفة. قال له أيوة. قال له طيب أم أبو حنيفة اتجوزت إزاي؟ خد بالك، فحللوا الإشكالية. فقال له صحيح، ما قبل الإمام أبو حنيفة ما يجي، ما هي أمه اتجوزت، وياما أمم اتجوزت وناس كتير اتجوزت قبل وجود الإمام أبو حنيفة، كان الجواز باطل؟ لا طبعا، واخد بالك. طيب أستاذ محمد من ألمانيا، السلام عليكم. السلام عليكم شيخ محمود. عليكم السلام حبيب قلبي. كيف حالك يا اخي الكريم؟ ربنا يعز حضرتك. شيخ محمود، علم الله اني احبك في الله يا اخي. احبك الذي احببتني فيه، ربنا يعزك واستر. ما اتصلت الله اسلم عليك ويا ريت تعطينا رقمك، الله يكرمك. الله يبارك فيك ويحفظك. انا يا حاضر. يعني استشيرك في بعض الاشياء كده. تحت امرك يا استاذ محمد، خذ من كنترول ان شاء الله. انا يا حاضر. الله يكرمك. الله يبارك فيك يا استاذ محمد، وسلامنا لاخواننا وحبايبنا في المانيا. الله يكرمك ان شاء الله. ربنا يحفظك اخويا ويبارك فيك يا رب ويردك بالسلامة ان شاء الله. الاخت شيماء من مصر، السلام عليكم. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شيخ محمود. يا اهلا وسهلا. احبك في الله والله بجد. ربنا يحبك ويسترك. ربنا يحبك. ربنا يسترك يا اخت شيماء ويبارك فيك. حضرتك انا
كنت يعني بقى عايز اسال حضرتك سؤال يعني بعد اذنك. اتفضلي تحت امرك. حضرتك انا كنت يعني اتقدم لي واحد متزوج وعنده اطفال. نعم. ولجي يعني يوم العقد وما جاش. نعم. فانا عايز حضرتك يعني يا ريت تقول لي راي حضرتك اعمل ايه، اوافق ولا ارفض ولا اعمل ايه؟ يعني هو كل خير ويا ريت اخد رقم حضرتك. حاضر خدي من كنترول يا اخت شيماء. يعني هو كل خير. الله يبارك في حضرتك. يعني الاخ تقدم اليكي وواضح طبعا من صوت حضرتك ان سنه صغير، وهو تقدم اليك وهو متجوز وعنده اطفال ويوم العقد ما جاش، وكل ده يعني بتفكر اذا كنت تقبله ولا لا. واضح ان حضرتك انسانه طيبه جدا، طبعا ما توافقيش، لان طبعا ما دام انسان استهتر بيك في يوم العقد بهذا المنظر وما جاش في يوم العقد كمان، يعني كمان يعني كفايه ان انت رضيتي ان انت تتجوزي واحد متجوز وعنده اولاد جزاك الله خيرا، فكون ان هو كمان ما يجيش كمان فده موضوع يعني ايه يوضح ان يعني ان هيبقى في استهتار بحضرتك من اولها، فبلاش خالص. وتجوزي دايما الانسان اللي يعوزك ويحبك ويعزك ويقدرك احسن ما تتجوزي واحد انت اللي بتعزيه او تقدريه، علشان بعد كده هتقدر تستمر الحياه على احسن وجه ان شاء الله. الاخت داليا من مصر، السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام. محمود ازي حضرتك؟ يا اهلا بحضرتك. كل سنه وحضرتك طيب وانت بخير، ربنا يبارك فيك والف سلام. ربنا يخليك يا رب. الشيخ محمود عايز استفسر حضرتك في حاجه. اموري تحت امرك. يعني حاجه، زوجي عصبي شويه. نعم. ودائما يعني العصبيه والخناق وكده هوت. نعم. فانا مش برد عليه. نعم. فالشيطان تدخل مره ان انا ارديت عليه. نعم. وحبيت ان انا استشير اخوه لانه له اخ كويس جدا وبيسمع وكده هو. نعم. فكان حصل مشكله من 5 6 شهور وقلت له ان انا هشتكي لاخوه، حلف عليا طلاق ان انا ما اشتكيش. نعم. قال لك ايه اللفظ؟ قاله لك ايه؟ قال لي لو اتصلتي باخويا واشتكيتيني هتبقي طالق. اه. طب بلاش اشتكي لاخوك. نعم. هخلي ماما هي اللي تشتكي. نعم. قال لي برضو ممنوع وما تستعمليش تليفونك اصلا. نعم. فجي بعديها خلاص خلصنا وانتهت المشكله. نعم. بعديها في 7 شهور حصلت مشكله ثانيه. نعم. وبعدين انا عارفه ان اخوه يعني كويس جدا ويعني بيصلح. نعم. فاتصلت بيه فاعتبر اليمين معمم. نعم. يعني المشكله معممه. نعم. خد القديمه والجديده مع بعض. هو انا حلفت ان انت ما تشتكيش لاخويا، كده انت طلقتي نفسك. خدي بالك من حاجه، المشكله دي كانت بعيده عن دي تماما. نعم. انا عايز اقول حاجه في المسائل اللي زي كده يا اختي داليا، ربنا يبارك فيكي، بنحتاج نسمع للزوج نفسه. ليه؟ عارفه ليه حضرتك؟ لان هو الطلاق ده اسمه طلاق معلق، معلق على شرط. يعني هو قال لحضرتك لو اتصلت باخويا او اشتكيتي له يبقى انت كده طالق. فبحتاج اسال الزوج، هل انت قصدك وكانت نيتك ان المره دي بالذات ان لو اتصلت تبقى طالق، ولا على طول مدى الحياه لو اتصلت في اي وقت تبقى طالق؟ فبنحتاج نسال الزوج في هذا الوقت. يا لو حبيتي خدي رقمي وان شاء الله خلي الزوج يتصل برضو عشان اساله عشان اتاكد من نيته في هذه المساله. فلو كانت نيته على العموم يبقى وقعت طلقه، ولو كانت نيته على الخصوص في الموقف اللي فات فقط فيبقى ما اتحسبتش طلقه. واضح الكلام يا اختي داليا؟ وربنا يحفظك ويبارك فيك يا رب العالمين. وانا نصحت برضو ان يعني ما دام هو عصبي وحضرتك عارفه كده، تالفي قلبه على قد ما تقدري وحاولي تتجنبي اسباب عصبيته. والحاجه الثانيه كمان الجميله، حاولي تخلي سرك في بيتك اختي داليا، انت وكل الاخوات. اي مشكله تحصل بين زوج وزوجه يا ريت ما تخرجش المشكله دي من غرفه النوم، تخليها ما بينكم. زعلانين من بعض خلاص، وصلت المساله لاخرها، مش قادرين خلاص، هو ان شاء الله حتى يكون هو في غرفه وانت في غرفه لحد ما الامور تهدى كده والنفوس تهدى ونرجع زي الفل احسن من الاول بفضل الله سبحانه وتعالى. الاخت ايات من مصر، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا هو محمود، عامل ايه؟ يا اهلا وسهلا بيك، ربنا يبارك فيك. انا بشكر حضرتك والله العظيم على البرنامج دوت، انا بتعلم كتير جدا من حضرتك. الله يبارك فيك يا اخت ايات. انا نفسي حضرتك كمان تدعي لي علشان انا داخله على امتحانات وكده، بس انا عندي مشكله صغيره. ربنا يوفقك يا رب ويوفق كل طلبه المسلمين يا رب العالمين. اللهم امين يا رب. انا عندي بس مشكله صغيره، انا كل ما باجي اذاكر وكده انا ما بقدرش اذاكر، مش عارفه اول مره تحصل لي الموضوع ده، بحس بخمول كتير جدا. نعم. ومش قادره اذاكر خالص الكتاب، يعني مش قادره امسك الكتاب واذاكر واي حاجه. ممكن حضرتك تقولي؟ هقول لك حاجه، تعملي 3 حاجات. الحاجه الاولانيه
عايزك ترقي نفسك، عايزك ترقي نفسك، لان كل ذي نعمه محسود. قد تكوني متفوقه، قد تكوني عندك صفه معينه جميله تحسدي عليها من غير ما تدري. اول حاجه ارقي نفسك، او مش عايز اقول اول حاجه، يعني خليها من ضمن الحاجات الثلاثه. الحاجه الثانيه كتري من الاستغفار على قد ما تقدري. احيانا بيحجب العلم عن الانسان بسبب تقصير معين او ذنب معين، فربنا بيحرم الانسان في هذا الوقت من العلم. فكتري من الاستغفار. والحاجه الاخيره الدعاء، عليك بالدعاء. قومي صلي ركعتين قيام ليل كده قبل الفجر ولو بنص ساعه، وادعي والجاء ربنا سبحانه وتعالى: يا رب فهمني، يا معلم داود علمني، يا مفهم سليمان فهمني، يا رب افتح علي، يا رب شوفي. واتقوا الله ويعلمكم الله. يا سلام، جميل قوي. اتذكر امام الدنيا كلها، امام اهل السنه والجماعه، الامام العلم، شيخ الاسلام الامام ابن تيميه، كان لما تستعص عليه مساله كان يخرج لارض خربه زي خرابه كده جنب بيته، ويخرج بره ويعفر وجهه في التراب ويقول: يا رب يا معلم داود علمني، يا مفهم سليمان فهمني. يقول فيفتح المولى عز وجل عليها بايه؟ بنعمه الذل والانكسار لله سبحانه وتعالى، ويرجع وربنا يفتح عليه ويكتب. لدرجه الامام ابن القيم كان يقول، كان الامام ابن تيميه يكتب ويصنف ويؤلف في اليوم الواحد ما لا يستطيع ناسخ واحد بينقل وراه ان ينسخه الا في اسبوع. فيعني ربنا يفتح عليك ان شاء الله يا اختي ايات. ام فاطمه من السعوديه، السلام عليكم. ايوه، عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت كنت عايزه بس اعرض مشكلتي، بس انا مشكلتي بصراحه يعني تعتبر ملهاش حل. فانا قلت مفيش حاجه ملهاش حل يا ام فاطمه ان شاء الله. دلوقتي انا جوزي اول ما تزوجنا طبعا انا كنت لسه ما اعرفوش، هو كان في السعوديه وبعدين جوزنا بعقد، كنت لسه ما اعرفوش. وبعدين لما جيت له طبعا حصل مشاكل جامده، لان احنا اتجوزنا عن طريق ايه؟ يعني الاهل دي كويسه، طب خدها ماشي، طيب متدينه ماشي كده، هو متدين برضه. حصلت مشاكل بقى ما بيننا اول الجواز، ان احنا بقينا مش عارفين طبع بعض وكده. فطبعا يعني للاسف اتطلقنا مرتين. انا والدي متوفي وعمي موجود بس ما بيسمعش. كويس. وكتبت كتابي بخالي. ففي شيخ بيجي في قناه الناس، مش عارف بدون ذكر اسماء، خدت رقمه وبعدين كلمته قال لي ان الطلقه وقعت والطلقه الثانيه ما وقعتش، حاجه زي كده يعني. فانا اعتبرتهم طلقتين طبعا، لان انا سمعتها صحيحه. سمعتها لفظ صحيح. فطبعا حياتنا مشت وجبنا فاطمه الحمد لله. وبعدين بعد كده حصلت بقى مشكله. حصل لفظ طلاق بس بالصدفه جدا، فانا عايزه اعرف هل هو وقع ولا لا؟ لفظ طلاق ايه دلوقتي؟ اللفظ بقى اللي حصل ايه؟ ان انا كنا جوزي كان رجليه وجعاه، فراح للدكتور، فالدكتور قال له ما تاكلش لحمه كتير وبقوليات كتير، فهو افتكر ان اللحمه من البقول، من بقوليات. هو افتكر كده. فانا عملت لحمه كده في البيت، فبقول له ايه؟ ما تكترش من اللحمه زي ما الدكتور قال لك، لان اللحمه بروتينها عالي وبيعمل نقرس وكده. قال لي لا، اللحمه مش بالبروتين ده، اللحمه من البقوليات. قلت له والله من البروتين، شدنا مع بعض. راح قال لي عليا الطلاق من البقوليات. قلت له والله من البروتين. قال لي طب تيجي نسال حد؟ قلت له يعني لو سالنا حد وطلعت من البروتين هتبقي ايه؟ قال لي هتبقي طلاق. طلعت بروتين. يعني قال لك لو هو بيقول بمحض الهزار، فبيحلف ان فعلا الدكتور قال له كده. يعني قال لك لما سالنا واحد قال دي ما تعتبرش طلقه، بس هو اللفظ كان صريح. يعني قال لك لو اللحمه طلعت من من انا اللي سالته بقول له ايه؟ يعني دلوقتي افرض بقى اللحمه طلعت من البروتين، تقع بقى الطلقه بقى طالق؟ قال لي اه تبقي طالق. ما هو ما دام حدد لك الكلام كده واضح طبعا انها كلام كده واضح انه طلقه. واختي الفاضله ربنا يبارك فيك يا رب، لكن انا طبعا ما اقدرش احكم ان اذا كانت دي الطلقه الثالثه ولا لا، لان احنا طبعا ما نعرفش الطلقتين اللي فاتوا ايه اللي حصل فيهم. لكن عموما اختي ام فاطمه ربنا يبارك فيكي، انا اتمنى ان انت ما دام المساله داخله في طلقه ثالثه تتوجهي لجنه الفتوى في الازهر ان شاء الله. وانا دايما في الفتوى في الطلقه الثالثه بالذات ما بحبش افتي فيها، لكن انا بقول لحضرتك بصرف النظر عن الطلقتين اللي فاتوا انا ما اعرفش ايه اللي حصل فيهم، لكن في وضع زي كده انه لما بيقول لك لو اللحمه طلعت من البروتينات تبقى طالق، فطلعت اللحمه من البروتينات طبعا، فتبقى كده الطلقه واقعه. وده كلام واضح جدا يا ام فاطمه، ربنا يحفظك يا رب ويكرمك ان شاء الله ويصلح حالكم يا رب العالمين. الاخت شيماء، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. جزاك الله خير. ربنا يحفظك ويعزك يا رب. انا كان لي سؤالين. اول سؤال، لما يتقدم لخطبتي يعني خصوصا انا منتقبه وكذا، ايه الاسئله ممكن الواحد يسالها في هذا الموقف؟ السؤال الثاني، ان انا قد تقدم لخطبتي اخ وانا وافقت عليه.
وتاني يعتبر نفس المواصفات اللي انا عايزاها. نعم. فلما الموضوع مشي يعني ما لحقش يمشي مجرد اتفاق وكده، فانا يعني حسيت بضيق واختناق وحسيت ان انا ممكن اظلمه وكده، يعني ان ما فيش شيء من القبول. نعم. فهل فعلا يجوز ان الواحد يعني لا يوافق لمجرد عدم القبول؟ طبعا. اصل بصي حضرتك، لما النبي عليه الصلاه والسلام قال للصحابي اذهب فانظر اليها عسى ان يؤدم بينكما، يعني المساله مساله اختي الفاضله ربنا يبارك فيك، ده جواز، ده مش فستان هشتري النهارده واغيره بكره، مش عربيه هشتريها النهارده واغيرها بكره، ده جواز، يعني عشره عمر، يعني يبقى في اولاد، يعني يبقى في احفاد، يعني حياه بتقام، فما ينفعش تقام وما فيش قبول. فلما حضرتك حاسه بشيء من الانقباض او شيء من عدم الراحه، ما دمت استخرت ربنا وما دمت الحمد لله استشرت من حولك يبقى وحسيتي بعدها بانقباض اتركيه. اما لو انك انت ما استخرتيش ربنا ولا استشرت اللي حواليك، لا، في الوقت دوت استخيري ربنا والجئي ربنا واسالي الناس اللي حواليك برضو، فاهم ازاي؟ ففي الوقت ده هتظهر ليك النتيجه بفضل الله سبحانه وتعالى، وربنا يرزقك يا رب العالمين يعني الزوج اللي يريح حضرتك ويسعد قلبك ان شاء الله. استاذ احمد من بلجيكا، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا اهلا وسهلا. السلام يا اخي. اهلا وسهلا بحضرتك. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. احبك في الله يا اخي. احبك الذي احببتني فيه ربنا. والله يا اخي اريد ان استفسرك في قضيه يا اخي. اتفضل يا اخي العزيز. انا تزوجت ابنه عمي يا اخي هذه لمده سنه. نعم. اتفضل اسمع. وهي يا اخي اعتزلت الفراش واعتزلت عن الشيء وقالت تطلب الطلاق يا اخي، وانا ما انا حائر في نفسي، يعني انا لا اريد ان اطلق لاني احبها في الله عز وجل. طب هي طلب الطلاق ليه يا استاذ احمد؟ الله اعلم يا اخي، بدون سبب، وانا اعاملها معامله يعني جيده جيده. طيب اقول لحضرتك حاجه، السؤال واضح، انا عايز اقول لك حاجه يا استاذ احمد، حاول بقدر الامكان كده في باسلوبك الجميل وواضح ان حضرتك انسان هادي ما شاء الله ومهذب، ربنا يبارك فيك، حاول بقدر الامكان انت تسالها ايه اللي مزعلك حبيبتي، ده انت هتقول لها كده ايه اللي مزعلك، ايه اللي مضايقك، في حاجه مزعلاكي، اسالها اعرف منها. طب هي ممكن تكون في حاجه هي مضايقاها ومكسوفه تقول لك، خلي حد من 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 محارمها يسالها يقول لها ايه اللي مزعلك. ممكن تقول مثلا والله مثلا انا زعلانه علشان مثلا زوجي بيعمل كذا، حاجه معينه مضايقاها وهي مكسوفه تقول لك عليها، فلما الولي يقول لحضرتك او واحد من محارمها يقول لحضرتك والله هي زعلانه عشان كذا، فلو قدرت تغير الموضوع ده يعني يبقى افضل عشان تستديم الحياه لعل وعسى. احيانا الانسان يا استاذ احمد بيعمل حاجات هو مش واخد باله انها ممكن تزعل الزوجه، وممكن تكون بتزعل فعلا وهي مكسوفه تقول لك. احيانا الزوجه تتضايق لان زوجها ما بيقولهاش بين الحين والاخر كلمه بحبك، وهي مش عايزه تستجدي الكلمه دي منه، مش عايزه تقول له ايه، ما تقول لي بحبك او ما تقول لي بحبك، فهي لو حتى طلعت بعدها منه ملهاش، سامحني يعني، ملهاش لازمه، يعني هي ما كانتش تيجي منه هو، فملهاش لازمه ان هي تقول له قول لي بحبك او قول لي بحبك او قول لي مثلا كذا او هات لي هديه ولو ورده. فدي امور يعني ايه لازم برضو ناخد بالنا منها، فحاول تخلي حد يسالها ويعرف منها ولعل وعسى، وربنا يا رب يديم ما بينكم الموده والمحبه رب العالمين. استاذ خليل من مصر، السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام، ازيك يا شيخ محمود؟ يا اهلا وسهلا بحضرتك. انا من 6 اكتوبر مش من مصر. يا اهلا بحضرتك. اهلا بيك، ازيك يا شيخ؟ ما 6 اكتوبر برضه من مصر يعني. احنا تحت امرك. ربنا يخليك. اتفضل. ماشي يا شيخ، بالنسبه دلوقتي لما يكون عندنا اطفال. ايوه. بنقول مثلا لواحد مثلا زميلي انا هاخد بنتك لابني. ايوه. هل يا ترى ده مشترط مربوط بجواز ولا ايه؟ ده على فكره الكلام ده ورد في سؤال عندي قدامي، بيقول ايه؟ بيقول ان في بعض الاماكن الريفيه بيحصل ايه؟ بيحصل احيانا ان واحد يجي لاخوه يقول له يا فلان بنتك لابني، لهدف ما، اما لحدوث التقارب ما بينهم، واما بعض الناس بياخدوها بنيه ثانيه ان الميراث ما يطلعش من العيله، واخد بال حضرتك؟ يعني اما للحب اللي ما بينهم اما للميراث ما يطلعش من العيله. وبعدين يقوم قايل له ايه؟ يلا خلاص وافقت، يقول له وافقت يلا نقرا الفاتحه الموضوع ده، يقوم قارين الفاتحه، لو قروا القران كله فده ما يعتبرش جواز، واخد بال حضرتك؟ تمام. اما لو حصل في الوقت دوت ان يقول له ازوج موكلتك لموكلي او بلاش موكلي، او حصل ما بينهم ايجاب وقبول والكلام ده كله،
لكل أسف بيعتبر زواج. والمشكلة طبعا لما بيكبروا إيه اللي هيحصل في الوقت دوت؟ لأن قالوا العلماء قالوا يجوز في يعني هو شرط من شروط صحة عقد النكاح أستاذ خليل إن لابد من موافقة الفتاة قبل العقد، لكن استثنى العلماء حاجة استثناء واحد فقط، هو البنت الصغيرة التي لم تبلغ. ليه؟ ما تعرفش أصلا مصلحتها فين، لا تعرف الكفء من غير الكفء ولا عندها خبرة في الحياة. فقال يجوز لوليها أن يجوزها، بس بشرط عندما اشترط الكفاءة قالوا بشرط أن هو يجوزها من رجل كفء أو من إنسان فاضل، قبل حضرتك. فلو عقدوا لهم في السن الصغير ده فقالوا بيعتبر عقد، بكل أسف بيعتبر عقد. لكن في الوقت دوت من حين المشكلة دي ازاي؟ لما بيكبروا بقى شوية لو كانوا فعلا مناسبين لبعض فبيستمروا الحمد لله رب العالمين وبيكملوا الموضوع، لو ما كانوش مناسبين لبعض بيحصل تفاهم طبعا بين الأسرتين، وبيحصل مدام الموضوع ما فيش لا ورق ولا أي حاجة يعني مش يقدر يزلها بحاجة، فبيحصل بالتواد ما بينهم والتآلف والتفاهم انه بيحصل ان هو ايه يعني يلقى عليها اليمين وخلاص، والموضوع يبقى ايه يبقى انتهى. خليل ربنا يبارك فيكم رب العالمين. الأخت رندا من مصر، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا اهلا وسهلا، ربنا يعز حضرتك. انا ابنتك في الاسلام رندا، اهلا وسهلا. انا بحبك كثيرا والله العظيم، ربنا يحبك ويسترك ويبارك فيك. انت لك ابناء وبنات كثيرون جدا في الاسلام، وانا اشكرك على هذا البرنامج الجميل. الله يبارك فيك. واشكر جميع الامه اللي عاملين على هذه القناه الجميله. امين. وانا بحبك جدا والله العظيم في الله ان شاء الله. ربنا يبارك فيك ويختار الله يحفظك. انا ان شاء الله بحب ان انت تدعو لي على الطاعه، وانا طبعا الحمد لله انا ملتزمه جدا ما شاء الله في قيام الليل والصلاه ما شاء الله. الحمد لله ما شاء الله، وملتزمه في قراءه القران دائما والحمد لله يعني. وادعو لك انت يعني ان تدعو لي انا واستحلفك بالله تدعو لي دائما يا رب. فانا ابنتك يعني وانا بحبك والله العظيم في الله، واستحلفك بالله ان تدعو لي ان ربنا يثبتنا دائما على طاعه الله وعلى سنه نبينا سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. عليه الصلاه والسلام. وانا اشكرك في الله، ربنا يبارك فيك اخت رندا على الاحساس الجميل ده، وربنا يجازيك عنا كل خير ويثبتك ويكرمك ويكرم كل المشاهدين يا رب ويثبتكم على الطاعه. ورجعنا لكم بعد فاصل قصير، صلوا على حبيبك. حضن البيوت يعيش.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجعنا لكم الآخر فاصل إن شاء الله وربنا يبارك فيكم جميعا. تعالى نشوف برضو بعض الأسئلة الجميلة اللي وردت. بعضهم بيتكلم عن زواج المصلحة, بس نشوف الأول الأخت إمام من القاهرة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أهلا وسهلا. عليكم السلام. إزاي حضرتك يا محمود؟ يا أهلا بحضرتك. أنا مش هطول على حضرتك. اتفضلي. إيه لو سمحت أنا عايزة أسأل, أنا لو مسافرة أعمل عمرة عن طريق الباخرة, وقت الصلاة يعني هقدر إزاي أحدد الوقت بتاع الصلاة والقبلة والباخرة في البحر؟ طيب ربنا يا رب يكرمك إن شاء الله. في حاجة كمان؟ طيب اتفضلي. يعني استحلفك بالله يا شيخ محمود تدعي لي ربنا يرزقني بالذريه الصالحه. يا رب يرزقك يا رب. يعني. حاضر والله, ربنا يرزقك يا رب ويرزق كل اخواتنا اللي قاعدين قدامنا دلوقتي بالذريه الصالحه رب العالمين. طيب تعالوا نشوف بس الاول الاسئله الخاصه بالزواج. الاول زواج المصلحه يا جماعه, بعض الشباب اللي بيتغرب في دول الغرب وبيبقى طالع عايز ياكل لقمه عيش, وبعدين بيقولوا لازم يكون في اقامه, هتتم ازاي الاقامه دي؟ لازم تتجوز اي واحده اجنبيه موجوده في البلد دي, فبيروح يعقد على اي واحده وخلاص ويديها قرشين مجرد ان هو ياخد الاقامه ويعيش بقى هناك. ده اسمه جواز البيزنس او جواز المصلحه. الجواز دوت فيه مشاكل كتيره جدا جدا. اولا يا جماعه العلماء, جمهور العلماء قالوا الزواج بنية الطلاق صحيح, لكن المشكلة في ايه بقى؟ ان البنت ديت اللي هو واخدها دي بنت غربية طبعا, والاصل في الغرب يا جماعة مش ان هم يدينون بدين معين, اغلبهم لا دينيين, بمعنى ان هم حتى لا بيروحوا كنيسة ولا حتى بيدينوا بدين معين, اغلبهم لا دينيين. دي مشكلة كبيرة جدا. فالاصل في ان الواحد لو هيتجوز واحدة من اهل الكتاب, شروط الزواج بالكتابية انها تكون انسانة عفيفة, ده شروط, ده شرط يا جماعه ان يكون عفيفه. مش يروح يتجوز انسانه عياذا بالله بتمارس البغاء والفاحشه جهارا نهارا, ربنا يعافينا وعافيك. فاحنا هنا قدام حالتين, الحاله الاولانيه اما ان هو هيتجوزها وعارف انها محصنه انسانه عفيفه من اهل الكتاب وهتعيش معاه بما يرضي الله وهتقضي معاه حياتها, يعني فعلا هتكون زوجه طيبه وقد تسلم وتكون زوجة مسلمة, فبيها ونعمة عين. أما لو كان هيعقد عليها لمجرد أنها بس ياخد الإقامة وهي تبقى عايشة في مكان مع أصدقائها وحبايبها وشبابها وكان ده كله, وهو عايش في مكان تاني, فهذه دياسة لا يرضاها الدين ولا يرضاها الإسلام, وفي الوقت ده بنقول له الكلام ده لا يجوز. بعض أهل العلم رأى مسألة معينة, ودي برضو يعني إيه العهد عليهم, قالوا طيب الحل في المشكله ديت لو اضطر هذا الشاب, وخدوا بالكم ركزوا, لو اضطر هذا الشاب اللي انه لازم يشتغل في المكان ده ولازم ياخد اقامه ومضطر ان هو يعقد, واحفظوا الكلام ده, ومضطر انه يعقد على هذه الفتاه, يعقد عليها على الورق وعشان ياخد الاقامه, وبعد ما يعقد عليها يطلقها شفاهيه. يعني ايه؟ يعني خلاص تم العقد على الورق وخلاص واصبح هذا الشاب واخد اقامه, يقول لها انت طالق, ده بينه وبينها بحيث انه لا يتحمل مسؤوليه هذه الفتاه امام الله, لكن امام القانون هو متجوزها على الورق, والقانون مش مشكله عندنا في الوقت ده, هو كل مفهوم عشان ياخد الاقامه. فبعض العلماء قالوا ان هو يعقد عليها على الورق ولكن يطلقها شفاهيه ولا يقربها, ولكن في الجمله انا لا انصح بهذا الزواج. طيب مين معانا؟ الاخت مروه من مصر. السلام عليكم. عليكم السلام يا سيدنا الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله عنا كل خير. الله يبارك فيك ويحفظك. استأذنك بس يا سيدنا الشيخ آخد رقم حضرتك من الكنترول. أنا عندي مشكلة. حاضر مش قادرة أقولها على الهواء. حاضر عينيا يا أخت مروة. حاضر. شكرا. عينيا تحت أمرك. الأخت فاطمة من مصر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت أنا عايز أسأل سؤال عن بالنسبة لرؤية الخاطب. اتفضلي. إذا كان هو مثلا يعرفني قبل كده. نعم. يعني هو يبقى سلف أختي يعرفني. نعم. وشافني كتير, أنا لسه متنقلة بقالي شهر ونص. نعم. فهو ينفع يشوفني, هو شافني كتير في الشارع وكده. بصرف النظر هو لو حتى لو شافك ألف مرة يا أخت مروة, يا أخت فاطمة قصدي عفوا, من حقه ما دام رايح يشوفك في الخطبة. فلو بس يعني هو عندنا النظام اللي هو أصلا بيبقى جاي موافق, احنا بيبقى أهل العروس هم اللي يقولوا أو لا, هو جاي موافق هو اللي بيختار. يعني هو لازم يكون جاي موافق يعني. ايوه هو بيجي هو الصوره عندنا كده. لا ما احنا عايزين مالناش دعوه بقى احنا عايزين نقول الشرع, الشرع ان هو لازم يجي في جلسه جلسه للخطبه ويشوف حضرتك ويجلس ويتكلم معاكي في وجود محارمك, وبعد كده يقول طب الاخت تستخير ربنا وانا استخير ربنا, وان قدر ربنا سبحانه وتعالى ان احنا نكون لبعض فخير ان شاء الله, ويستخير ربنا, لانه لو جاي موافق
يبقى الموضوع ايه فايده الرؤيه في الوقت ده وايه فايده الاستخاره. فاحنا عايزين نقول يا اخت فاطمه، يا اخت فاطمه ربنا يبارك فيكي، لا من حقه انه يشوف حضرتك، ومش مره واحده كمان، من حقه يشوفك مره واثنين وثلاثه لحد ما يقول رايه في النهايه. خلاص يا جماعه انا استخرت ربنا وموافق في الوقت دوت، بيشوف حضرتك بعد العقد وربنا يتقبل يا رب العالمين. ام يسرى من هولندا، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم يا شيخ محمود. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا يا ام يسرى. احنا بنحبك في الله جدا جدا يا شيخ محمود. ربنا يبارك فيك ويحفظك يا رب العالمين. والله انا فرحانه قوي ان قدرت اتصل بيك، انا اتصلت كذا مره بس اول مره ربنا يكرمك يوصل قدرت اتصل بيك واكلمك. ربنا يكرمك ويسعد قلبك بلقاء النبي على الحوض ان شاء الله. ربنا يخليك يا شيخ محمود. امين. والله انت بتفيدنا قوي بنصايحك وكل كل البرامج بتاعك وبتاع كل الدعوات، وانتم بتفيدونا جدا في الغربه وبتساعدونا على تثبيتنا على ثباتنا على ديننا. ربنا يحفظكم في غربتكم يا رب ويبارك فيكم يا رب العالمين ويثبتكم على الدين. انا بس عاوزه رقمك، رقم تليفونك الخاص يا شيخ محمود. حاضر. وربنا يخليك. خدي من الكنترول يا ام يسرى. في موضوع عاوز استشيرك فيه. حاضر. في موضوع جواز، انا ست مطلقه وعندي طفلتين هنا في هولندا واهلي كلهم في المغرب. نعم. فجاني عريس من مصر. نعم. وعندي صاحبتي متجوزه برضه مصري عن طريقها. ربنا ييسر لك كل خير يا رب. ننزل مصر ونعقد العقد الكتاب ان شاء الله. ربنا ييسر لك كل خير يا رب ويعوضك كل خير. ان شاء الله هولندا عندنا، بس المشكله ان لازم يكون في ولي، وانا بفهم في الدين جدا جدا الحمد لله، ربنا يكرمك وعارفه ودارسه الدين جدا، ربنا يكرمك. فانا سمعت منهم انه مش ضروري يكون ولي امر وحاجات كده، فانا دايما بقول لهم لا لازم ولي الامر حتى لو طبعا لابد من وجود ولي. نعم. السيد والبكر لا ضروري من ولي امرها. بالظبط، الولي اللي موجود لابد يكون موجود يا جماعه، سواء الواحده كانت بكر، سواء كانت سيب، سواء كان زوجها توفي يعني ارمله، في كل الاحوال لابد من وجود الولي، لان في ناس فاهمه ان الولي ده للبكر وبس، لا الولي ده لاي امراه تتزوج، فان لم يكن لها ولي فالسلطان ولي من لا ولي له. بعض الاخت بعت سؤال جميل بتقول هل هناك دعاء معين عشان اتجوز؟ عايز اتجوز. وبعدين بيقولوا لي ادعي وقولي دعاء معين. ايه هو الدعاء المعين ده؟ يعني قولي مثلا اللهم اني اسالك ان ترزق، يعني ايه؟ يعني في دعاء معين بيقولوه وبينشروه على بعض القنوات. مفيش دعاء معين يا جماعه، يعني مفيش دعاء ورد في السنه بان الواحده لو قالت كذا تتجوز، لا. لكن في بقى مجمل الموضوع في الاستغفار والدعاء، الدعاء اللي هو ايه؟ اللي هو يا رب يا رب ارزقني زوج صالح، يا رب ارزقني العفاف، يا رب اجعلني في استرني بزوج يعني على طاعتك وعلى القرب منك يا رب. ادعي ادعي او الجاء ربنا، وربنا قادر انه ييسر لك ان شاء الله زوج صالح يا رب العالمين. الاخت رحمه من مصر، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. أنا بنتي اسمها رحمة. أم رحمة حضرتك. هي اللهم صل على النبي. عليه الصلاة والسلام. كانت بتقوم تصلي الفجر معايا. نعم. دلوقتي ما عادتش بتقوم تصلي الفجر. نعم. ليها أخ برضو كان بيصلي الأول ويروح الجامع وكده. انا الصلاة خالص خالص. لم أنا أفضل أقول له صلي يا حبيبي يا حبيبي. نعم. صلي عشان وخلاص يعني. نعم. فمش عارفه يعني، عايزه حضرتك تدعي لهم ان ربنا يرجعهم تاني زي ما كانوا. ربنا يا رب يكرمهم لك يا رب ويهديهم ويبارك فيهم. على فكره عايز اقول حاجه يا ام رحمه، يعني نعم. ايه عايز اقول لحضرتك حاجه. اتفضل. في مساله الاولاد بالذات الموضوع محتاج صبر، خصوصا في الزمن بتاعنا بالذات. الاولاد عايشين في فتن عجيبه جدا، والدنيا منفتح عليهم بشكل يخض وشكل صعب جدا، فاحنا محتاجين يعني وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليها. والموضوع مش خاص بزوج وزوجه بس، ممكن يبقى الزوج والزوجه والاولاد، يعني الموضوع كله العيله كلها مطلوب مننا الاصطبار. واحنا مش احسن من نبي الله نوح عليه السلام اللي دعا ابنه، ورغم ذلك مات ابنه كافرا عياذا بالله، وماتت زوجته كافره، وماتت زوج سيدنا لوط كافره، ومات والد سيدنا ابراهيم كافرا. فاحنا عايزين نقول ايه؟ عايزين نقول ولادنا ندعوهم مره بالترغيب ومره بالترهيب ومره باللين ومره بالهديه ومره باساليب كده معينه، ونبتكر اساليب حلوه في دعوتهم الى الله سبحانه وتعالى. وفي النهايه ما علينا الا ان نبلغ وان ننصح وان نذكر بالله، اما الهدايه فهي بيد الله سبحانه وتعالى. انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو اعلم بالمهتدين. احنا علينا ان احنا ندعو اولادنا، انما هدايتهم احنا مش مسؤولين عنها، احنا بنقول يا رب
بنبلغهم بنذكرهم بيك يا رب، بنعلمهم الصلاة، بنقول لهم صلوا، بنقول لهم اتحجبوا، بنقول لهم لو محدش من ولادنا التزم فاحنا خلصنا اللي علينا أمام الله، والله سبحانه وتعالى يعاقبهم ولا يعاقبنا نحن، ربنا يهدهم لك ويبارك فيهم رب العالمين. الأخت خديجة من المغرب، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام وبركاته. عليكم السلام أختي خديجة. اتفضلي أختي. أنا سعيدة جدا لأني أكلمك اليوم يا شيخ محمود. ربنا يسعد قلبك دنيا وآخرة يا رب. والله العظيم أحبك في الله. ربنا يحبك ويسترك أختي خديجة. أرجوك يا شيخ أن تدعو لي. ربنا يبارك فيك. أن يرزقني الله بصبي يكون إن شاء الله من حملة القرآن ومن الشيوخ الأفاضل. ربنا يا رب يرزقك بزوج صالح يا رب يكون من حملة القرآن. ابن بابن عارفه انا سمعتها غلط. ربنا يرزقك يا رب ذريه صالحه يا رب العالمين يحملون القران و... ويكونون دعاه الى الله سبحانه وتعالى. ربنا يبارك فيك يا اخت خديجه. وتدعو لي ارجوك ايضا اسمح لي ادعو لامي وابي. ربنا يبارك لك فيهم يا رب العالمين ويحفظهم لك يا رب من كل سوء و... ويرزقهم ب... ويرزقك برهم ان شاء الله يعني في الدنيا و... ويجمعك بهم في الجنه في الاخره ان شاء الله يا اخت خديجه. ربنا يحفظك. الاستاذ احمد من مصر، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. هو سؤال يا شيخ ان انا كل ما مراتي يحصل مشكله في التجاره على بيت اهلها من نيمه شهر قلت لها لو حصل كده لو خرجتي بره البيت فهتكوني طالق. أيوة. بنيه الطلاق فعلا عشان هي كل شويه تجري على اهلها. أيوة. فقلت لها بنيه الطلاق بحق لا اله الا الله لو خرجت من البيت وانا مش راضي انك تخرجي من البيت فانت طالق. الكلام ده من نيمه 3 شهور. نعم. فمن يوم اول 10 ايام كده حصل مشده تليفونها في البيت في التليفون بيني وبينها وجريت فرجعت لقيتها مش موجوده في البيت. راحت عند اهلها. راحت عند اهلها. فاختها بتقول لها انت فاكره احمد قال كذا كذا؟ ايوه. فقالت لا مش فاكره. فهل هي لو صادقه في انها فاكره ومشي فايه الحل؟ وهل لو هي تقول انا مش فاكره وهي فاكره في الحل برضه؟ ربنا يبارك فيك يا استاذ احمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اليمين طبعا بيعتبر فيها بقول الزوج، يعني ما دام الزوج هو اللي قال يبقى لابد ان يعني ان احنا نلتزم بما قالها الزوج، لان يعني الزوج هو الذي يملك العصمه والذي يملك اليمين، هو يلقي الطلاق او لا يلقي يمين الطلاق. فما دمت حضرتك اللي قلت لها انك لو خرجتي وفي زعل ما بيننا ورحت بيت اهلك تبقى طالق، فكده ممكن تكون وقعت طلقه. وان شاء الله ما تحاولش بقدر الامكان يعني ان انت تعلق اي حاجه على موضوع الطلاق ده، لان انت عارف ان ممكن المراه بطبيعتها بتتصرف بعاطفتها، فممكن تعانت مره ومره ما تعانتش. فنحاول عشان بس نحافظ على بيوتنا لا نعلق مثل المسائل. لحظه بس عايز اقول حاجه. واحد بقى بيسال برضه بيقول ما هو طب ماشي معانا الاستاذ حمدي من لندن. السلام عليكم. الو السلام عليكم. عليكم السلام استاذ حمدي. ازيك يا شيخنا؟ يا اهلا بحضرتك، ربنا يعزك. والله انا مبسوط بجد ان انا كلمت حضرتك والله بجد. ربنا يسعد قلبك دنيا اخره يا رب. الله يخليك يا رب ويبارك فيك يا رب ويديك كده يعني بجد يعني خليك تقول الامه يعني الاسلاميه كده. انا مش عارف والله بجد اقول لحضرتك ايه. الله يخليك استاذ حمدي. احساسك الجميل واصل، ربنا يخليك. بس في سؤال بس كنت عاوز اسال حضرتك فيه بعد. اتفضل استاذ حمدي. دلوقتي انا شغال في لندن هنا، فشغال في كده في مطعم في الخنزير وكده. فهو حرام يعني انا عارف هو حرام بس ما فيش شغل قد كده هنا يعني. نعم. فمش عارف ايه اللي ممكن يعني حضرتك تقول لي قلنا وكده. طيب ربنا يبارك فيك يا استاذ حمدي. عايز اقول لحضرتك حاجه. ممكن اخد بس رقم حضرتك؟ اتفضل خد. ممكن تروح. حاضر. عايزين نقول حديث النبي عليه السلام، حديث رواه ابو نعيم بسند صحيح، ان حبيبنا ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال ان روح القدس جبريل عليه السلام نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. خدوا بالكم يا جماعة، ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تطلبوه ومعصية الله، فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. نترك شيء لله، من ترك شيء لله عوضه الله خيرا منه. عايز أقول لأخويا أستاذ حمدي وأمثاله كتير اللي بيضطروا انهم يشتغلوا في شغلانه قد تكون حرام. عايز اقول حاجه، لو وقعت في مثل هذا الموقف وانت ما فيش عندك اي مصدر رزق غير هذا العمل، عايز اقول لك ابحث وانت لسه في شغلك اهو، مش بقول لك سيب دلوقتي. ابحث، بس ابحث ايه؟ باخلاص. اجري، اسعى بكل ما اوتيت من قوه ان انت تبحث عن عمل حلال. يوم ما تلاقي عمل حلال ولو بنصف المرتب روح للعمل الحلال وربنا هيبارك لك ان شاء الله. ابو كريم من مصر، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا ابو كريم.
لو سمعت يا فندم الشيخ، عاوزين نسألك سؤال كده. كنت حارف على زوجتي انها ما تروحش عند بيت ابويا. ايوه. فكسر الكلام وراح. انت قلت لي ايه ساعتها يا ابو كريم؟ ايه اللفظ اللي قلته ساعتها؟ قلت لها ايه؟ قلت لها ان رحت عند بيت ابوكي قابلت طالق. تبقى طالق ده لفظ طلاق واضح. هي راحت بقى؟ هي راحت كسر الكلام وراح. اه كده تبقى وقعت طلقه ابو كريم. ماشي. جيت بقى بالليل طبعا ايه؟ رحت حارف عليها تاني. تاني حارف عليها. انت ما شاء الله سخن يا ابو كريم. فالجيران والاهل يعني اللي جاريه يعني ايه؟ قال لازم لا عيب وما ينفعش وكده. انت قلت لها ايه بقى في المره الثانيه بقى؟ قلت لها ايه في المره الثانيه؟ قال لي بقى في المره الثانيه قلت لها ايه يا ابو كريم؟ قلت لها لو لما ما تخشيش البيت. لما ما جبتش سيره الطلاق. لا قلت لها على الطلاق لما داخله البيت. عليا الطلاق ما انت داخله البيت. ورحت في الطلاق بتاعي ودخلتها. دخلتها. بقول لك حاجه بقى، الحته الثانيه دي ليها مخرج. الاولانيه طلاق واضح، انما المره الثانيه قلت لها عليا الطلاق ما انت داخله البيت. كان نيتك بقى، لان ده لفظ طلاق غير صريح، كان نيتك ساعتها ابو كريم طلاق ولا نيتك تهديد؟ دي حاجه بينك وبين ربنا. ها؟ كان تهديد. كان تهديد. لو نيتك تهديد يبقى تكفر عن هذا اليمين بالصيام 3 ايام او اطعام 10 مساكين. اما لو كان نيتك طلاق فيتحسب طلاق. وعايزين نقول يا ابو كريم بقى، بلاش نسخن على موضوع الطلاق ده، مش كل حاجه بقى، لان انت كده ممكن تطلق 50 مره في الاسبوع. فعايزين ايه يعني نهد الموضوع شويه. زي واحده كانت يعني برضو زوجها حلف عليها، هي واقفه على السلم قال لها لو طلعتي تبقى طالق، ولو نزلتي تبقى طالق، ولو وقفت تبقى طالق. فهي كانت ذكيه رمت نفسها بين السلم. فيعني طبعا لما سال احد المشايخ قال كانت المراه افقه مني يعني، خد بالك. بس طبعا هي اتفشفشت يعني. المهم الشات الموضوع ان مش عايزين نضايق حياتنا يا جماعه، مش عايزين يبقى كل حاجه نربطها بالطلاق. لو فتحت الباب تبقى طالق، لو الفول ما بقالوش ملح تبقى طالق، لو الشاي ما جاش دلوقتي تبقى طالق، لو رحت لوالدتك تبقى طالق. بلاش يا جماعه نتعنت في مساله ان احنا نربط كل حاجه، خصوصا لما تكون مساله خاصه بالعلاقات وصله الارحام. ما ينفعش تقول لزوجتك لو كلمت اختك تبقى طالق، لو رحت لامك تبقى طالق، لو اخوك جالك تبقى. يا جماعه ما ينفعش نقطعهم عن صله الارحام. ربنا يبارك فيك يا رب العالمين. ام ابو القاسم من المانيا. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله أنا مرتبكة يعني، وفرحانة قوي 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 اللي اتصلت فيك. ربنا يسعد قلبك يا مرتبكة. والله أحبك في الله. أحبك أنا يا وأولادي. ربنا يبارك فيك. يا أخي ادعي لي من فضلك، عليك بالله تدعي لي يوم حاضر. الجمعة. حاضر. لأولادي. حاضر. ولزوجي اللي يهديها الله سبحانه وتعالى. يا رب يهديها. عندي مشاكل كتير معاه. ربنا يبارك لك فيه يا رب ويحفظه لك. تدعي لي لبنتي كمان. حاضر. اللي الله يرزقها بالجوز الصالح. ربنا يرزقها يعني. هي اتخطبت كثير وكتبت صداقها يعني كتبت كتابها بس ما دخل عليها. ويعني ما صار منها، فشلت الجوازة. واتخطبت كمان يعني عدة المرات بس ما يكون نصيب. نعم. لا ان شاء الله ربنا هيكرمها ان شاء الله بنصيبها ان شاء الله يا ام ابو القاسم، وربنا هيكرمها ان شاء الله باللي يستحقها. وعليكي بالدعاء. قلوب العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. قومي وصلي بالليل يا ام ابو القاسم كده ركعتين قبل الفجر، وادعي ربنا ان ربنا يهدي لك زوجك، وان ربنا يوفق لك اولادك لزواج طيب، وان ربنا يهدي لك اولادك ويبارك لك فيهم. الدعاء يا جماعه. عايزين نقول حاجه برضو، بعض الاسئله كده في عجاله عشان الوقت جري بينا. بعضهم بيقول ما هو النص الدقيق للعقد الشرعي؟ ما فيش يا جماعه، العبره في العقود بالمعاني وليست بالالفاظ. المهم يبقى في اجابه وقبول. يعني زوجني ابنتك فلانه، زوجتك ابنتي فلانه، قبلت، خلاص الموضوع منتهي. مش لازم يبقى دباجه معينه او صياغه معينه. مين معانا يا شريف؟ الاستاذ عرف من مصر. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الشيخ محمود. يا اهلا وسهلا. والله يا شيخ محمود انا عاوز اعرض عليك مشكله معايا يعني. اتفضل. أنا معي مشكلة كده حضرتك. اتفضل. لو كانت طويلة خد التليفون، لو كانت قصيرة عشان قدامنا دي. أنا مرة كلمت شيخ وبكلم على التليفون، كانت مشكلة عويصة. نعم. قال لي أنت هتجرفنا وأنت ما بحبش آخد تليفون. لا 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 أنا لا أنا إن شاء الله أسمعك زي ما أنت عايز إن شاء الله. يعني عينينا حاضر. مش عارف أقول وأنا فكرت كده شيخ يا شيخ محمود. عينينا حاضر. اتفضل يا أستاذ الشيخ. أتعرف. ممكن آخد تليفونك يعني؟ عينيا. اديله التليفون يا استاذ شريف. عينيا تحت امرك يا استاذ عرف، تحت امر حضرتك. عايزين نقول حاجه يا جماعه،
يعني طب الاسئله الحقيقه كتيره، لكن عموما يعني الحقيقه الوقت بيجري معاكم بسرعه جدا جدا، وفاضل لنا فقط نص دقيقه. ربنا يبارك فيكم يا رب العالمين، اتمنى ما نكونش ضيوف تقال عليكم النهارده، واتمنى ربنا يا رب يجمعنا يا رب بهذا الحب في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل الا ظله. والله بحبكم في الله، واتمنى ان احنا فعلا نقدر ان احنا يعني ندل كل المسلمين على الخير، وان احنا نكون فعلا يعني وسيلة ان انتوا تعرفوا من خلالها ازاي تعيشوا حياة سعيدة، وازاي تكون بيتكم فعلا على منهاج النبوة، وازاي ان احنا فعلا نقلد النبي ونمشي وراه خطوة خطوة في برنامجنا اللي بنحبه من قلوبنا، ليلة في بيت النبي، اللي بحس والله الذي لا اله غيره ان فعلا بتحل في بركة النبي. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حضن البيوت يعيش الدفا بود ومحبة ولحظة صفا، ونقفل بيبان في وش الشيطان بكلمة حنان وفيها الشفاء.